بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج اللغة هو القصد، والمراد به في الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تعبدا لله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص. والعمرة في اللغة هي الزيارة، والمراد بها شرعا زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة تعبدا لله سبحانه وتعالى من طواف وسعي وتقصير، هذه هي العمرة. والحج له وقت محدد كما قال تعالى بعد هذه هاتين الآيتين: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فليس الحج في كل السنة، وإنما هو في أشهر معلومات كما يأتي، فله وقت زماني. أما العمرة فليس لها وقت محدد، في كل السنة تشرع العمرة، في كل السنة لمن تيسر له ذلك. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، معنى أتموا الحج والعمرة أي أكملوا مناسكهما. إذا أحرمتم بهما فأكملوا مناسكهما. من أحرم بالحج فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، ومن أحرم بالعمرة فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يؤدي مناسك العمرة. إلا ما استثني مما يأتي، فلا يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة أن يرفض إحرامه ويترك ما أحرم به،
لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه إتمامه ولو كان نافلة، وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها ولو كانت نافلة، لا يجوز له أن يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك التي أحرم بها، خلاف ما يفعله بعض الجهال، لأنهم يحرمون بالحج أو بالعمرة ثم يرفضون إحرامهم ويلبسون ثيابهم ويتراجعون ويذهبون إلى أهلهم، خصوصا إذا وجدوا الزحام فإنهم يتحللون من إحرامهم ويتركون ما أحرموا به ويرجعون إلى بلادهم، هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإتمامهما أداء مناسكهما، وأيضا إتمام الحج والعمرة أن يؤديا على الوجه المشروع، ليس هناك بدعة محدثة في الحج أو في العمرة، بل الإنسان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإتمام الحج والعمرة يشمل أداءهما على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيهما أو ينقص منهما من غير دليل ومن غير حجة شرعية. أتم الحج والعمرة أي أدوهما، أدوا مناسكهما على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أنه يرفض الإحرام يتخلص منه قبل أن يؤدي المناسك، ولا يجوز أن يدخل في الحج والعمرة أشياء ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كالبدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيجب على المسلم أن يؤدي العمرة والحج على الوجه الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل، هذا معنى إتمام الحج والعمرة. ثم قال لله، هذا تنبيه على الإخلاص، هذا تنبيه على الإخلاص لله عز وجل، تجنب الشرك، تجنب الشرك في هذين النسكين وفي جميع أمور الدين. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ليس فيه شرك، ليس فيه رياء ولا سمعة، ليس فيه دعاء لغير الله أو توجه إلى غير الله كما كانوا في الجاهلية يدخلون في التلبية الشرك فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقولون لا شريك لك، هذا صحيح، هذه تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أدخلوا فيها زيادة
قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وذلك أنهم يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل، شفعاؤنا عند الله، هذا معنى قولهم إلا شريكا هو لك، أي عبد من عبيدك نتوسل به إليك ليقربنا إليك وليشفع لنا عندك. هذا شرك، شرك بالله عز وجل. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا وليا، لا يرضى أن يشرك معه أحد. قد رد الله عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا رد على قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول كيف تجعلون لي من عبادي شركاء وأنتم لا ترضون أن يشارككم مماليككم في أموالكم؟ هل يرضى أحد بهذا أن عبده ومملوكه يشاركه في ملكه؟ لا يرضى أحد. فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فهذه الآية فيها ركن العمل أو شرط قبول العمل. الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله أتم الحج والعمرة، أي أدوهما على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المتابعة. الشرط الثاني الإخلاص، وذلك في قوله لله ثم الحج والعمرة لله. وهذان الشرطان في كل عمل، كل عبادة من الأعمال والعبادات، فإن الله لا يقبل العبادة أو العمل إلا بهذين الشرطين، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص ونفي الشرك، شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي المتابعة ونفي البدعة. فهذان الشرطان في كل عمل من الأعمال، ولكنه نص عليهما هنا في الحج والعمرة، أتم الحج والعمرة لله. ثم لما أمر بإتمام الحج والعمرة وأنه لا يجوز لأحد أن يتحلل من إحرامه قبل أداء المناسك، بل إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه يلزمه ويجب عليه أن يمضي في إحرامه ويكمل مناسكه ولا يتخلص من الإحرام إلا بذلك، استثنى حالة واحدة يجوز للإنسان أنه يتحلل من إحرامه ولو لم يؤدي المناسك، وهي الإحصار. فإن أحصرتم، والحصر معناه الحبس والمنع، أي حبستم ومنعتم من إتمام الحج والعمر، منعكم عدو، منعكم عدو، بعد ما أحرمتم منعكم العدو من الوصول إلى البيت، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عمرة الحديبية، فإنهم جاءوا من المدينة محرمين بالعمرة ومعهم الهدي، فلما وصلوا إلى الحديبية هي محل الشميسي الآن على طريق جدة، محل الشميسي،
لما وصلوا إلى هذا المكان على حدود الحرم منعهم المشركون من الوصول إلى البيت، وجرت المفاوضات بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يمكنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة. الله جل وعلا رخص لهم بأن يذبحوا هديهم في مكانهم ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فإن حصرتم يعني منعكم عدو من الوصول إلى البيت فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما تيسر لكم من الهدي في مكانكم الذي أحصرتم فيه واحلقوا رؤوسكم تحللوا من إحرامكم وليس عليكم شيء، لأنكم معذورون من المضي وإتمام النسك. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وأمر الصحابة فنحروا في مكانهم وحلقوا رؤوسهم تحللوا من إحرامهم ورجعوا إلى المدينة على أن يأتوا في العام القادم كما تفاوضوا مع المشركين على أن يأتوا في العام القادم فيمكنهم المشركون من العمرة قضاء أو مقاضاة لما حصل، كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فرجعوا واعتبرت لهم عمرة، اعتبرت هذه لهم عمرة لأنهم أحرموا بها ونووها لكن منعهم العدو، فاعتبرت لهم عمرة كاملة. ثم جاءوا بعدها بعمرة مقاضاة مع المشركين صارت عمرة ثانية. إذن الحمد لله ربح المسلمون، حصلت لهم عمرتان، العمرة الأولى التي رجعوا عنها والعمرة الثانية التي مكنهم المشركون منها، حصلت لهم عمرتان ولله الحمد، عوضهم الله سبحانه وتعالى. فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، هذا الحصر في العدو هذا محل إجماع بين المسلمين أن المحرم إذا صده العدو عن الوصول إلى البيت فإنه يفدي، يذبح فدية ما استيسر من الهدي، وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، يذبحها ويحلق رأسه ويتحلل ما استيسر من الهدي. هذا محل إجماع. واختلف العلماء هل يحصل الإحصار بغير العدو كالمرض، إذا أصابه مرض ولم يتمكن هل يعتبر إحصارا فيذبح هدي ويحلق رأسه ويتحلل؟ إذا أصابه حادث سيارة ولم يتمكن، أصابه جروح أو كسر عظام أو غير ذلك ولم يتمكن، هل يعتبر هذا من الإحصار فيذبح ويحلق رأسه ويتحلل، أو الإحصار خاص بالعدو؟ على قولين لأهل العلم، الصحيح أنه يعتبر من الإحصار إذا حصره المرض ولم يتمكن، أو جرى له حادث سير ولم يتمكن، فإنه يحلق رأسه ويذبح هدي ويتحلل وليس عليه شيء لأنه معذور. فإن أحصرتم يعني منعتم من المضي فما استيسر
من الهدي. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحرم إذا أحرم فإنه يتجنب أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، يتجنب الطيب، يتجنب حلق الشعر من رأسه أو من بدنه، يتجنب تقليم الأظافر، يتجنب زوجته، يتجنب الجماع ودواعيه، ويتجنب محظورات الإحرام، تغطية الرأس للذكر ولا يغطي رأسه، يتجنب الصيد وهو محرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيتجنب محظورات ذكر العلماء أنها تسعة محظورات يتجنبها حالة الإحرام، منها إزالة الشعر، فالمحرم لا يزيل شيئا من شعوره، لا بحلق ولا بقص ولا بنتف ولا باستعمال المزيل، سواء كان الشعر من رأسه أو من سائر بدنه ما دام محرما. وكذلك لا يقص أظفاره ولا يتطيب وهو محرم. فهذا من معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. المحرم يتجنب إزالة الشعر وهو محرم حتى يتحلل من إحرامه، لأنه في عبادة، ما هو في رفاهية وتنعم، وإنما هو في عبادة، فيبقى عليه أثر العبادة حتى يحل من إحرامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا فيه محظور من محظورات الإحرام، وهو إزالة الشعر، وألحق به العلماء قص الأظافر، وألحقوا به الطيب، لأنه مثله في الرفاهية، فيتجنب هذه الأشياء. وكذلك المحرم لا يحلق رأسه إذا ساق الهدي من الحل، إذا ساق الهدي من خارج الحرام، فإنه يبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالمحرم الذي لم يسق هديا هذا يتحلل من إحرامه بأداء المناسك، العمرة، الطواف والسعي والتقصير، الحج برمي الجمرة يوم العيد، وطواف الإفاضة والسعي وحلق الرأس، هذه المناسك. فإذا فعل هذه الأشياء يتحلل من إحرامه، وحلت له محظورات الإحرام. هذا إذا لم يكن ساق الهدي. أما إذا كان معه هدي ساقه من الحل من بلده، أو اشتراه من خارج الحرم، اشتراه من عرفات مثلا، اشتراه من خارج الحرم ثم ساقه ودخل به الحرم، فهذا يمتنع من قص شعره حتى يذبح هديه يوم العيد، لأن ذبح الهدي أول وقته يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله المحل الذي يذبح فيه وهو الحرم، والوقت الذي يذبح فيه وهو يوم العيد وأيام التشريق. فالذي ساق الهدي من الحل لا يحل من إحرامه حتى يذبح هديه يوم العيد.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمراد المكان والزمان، المكان الذي يذبح فيه وهو الحرم، والزمان الذي يذبح فيه وهو يوم العيد أو أيام التشريق، هذا محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لما ذكر، لما منع المحرم من أخذ الشعر في حالة الإحرام استثنى حالة العذر، يحتاج الإنسان إلى إزالة الشعر وهو محرم، يحتاج إلى إزالة الشعر وهو محرم، فإنه يزيله ويفدي، يزيله ويفدي لإزالة الضرر عنه، كما جاء في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلط عليه القمل في رأسه، تسلط عليه القمل في رأسه وتأذى بذلك وأجهده ذلك، وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه وهو صابر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراك آذاك هوام رأسك، احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فأنزل الله هذه الآية، فكان سبب نزولها في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي عامة للأمة إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال كعب رضي الله عنه: ألي خاصة يا رسول الله، يعني هذه الآية، أو هي عامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هي عامة. فإذا احتاج المحرم إلى فعل شيء من المحظورات وهو محرم، احتاج مثلا إلى حلق شعره من أجل القمل أو المرض، احتاج إلى تغطية رأسه من أجل البرد في الليل مثلا، فإنه يباح له ذلك ويقدم بدله فدية. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني احتاج إلى أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، فإنه يفعله ويفدي الفدية المخيرة، تخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية مجملة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، فهو مخير بين هذه الأمور. إذا احتاج إلى اللبس يلبس ويفدي، إذا احتاج إلى تغطية رأسه يفدي ويغطي رأسه، إذا احتاج إلى حلق شعره يحلقه ويفدي، والفدية مخيرة بين هذه الأمور، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. فالذي يقدر على الإطعام، والذي يقدر على ذبح الشاة، والذي لا يقدر على شيء يصوم 3 أيام. الله جل وعلا وسع على عباده. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، الكلام فيه تقدير، أي فحلق، إن كان به أذى من رأسه فحلق، ففدية
من كان منكم مريضا أو به أذى من رأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخيير لكنه بدأ بالأسهل فالأسهل الصيام ثم الإطعام ثم النسك، والأفضل ذبح النسك، فهو سبحانه خير وذكر الخصال الكفارة تدرجا من الأسهل إلى ما فوقه، وإلا فالأفضل ذبح الفدية ثم يليه الإطعام ثم يليه الصيام. ثم قال جل وعلا فإذا أمنتم، هذا رجوع إلى قوله تعالى فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم يعني من العدو، ما فيه عدو. فإذا أمنتم ولم تمنعوا من الوصول إلى البيت وزال العذر، فلكم أن تحرموا بأحد المناسك الثلاثة: التمتع أو القران أو الإفراد. والتمتع معناه أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تؤدي مناسكها ثم تتحلل منها وتبقى حلالا ثم تحرم بالعمرة إلى الحج. الثاني القران، وهو أن تحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، تحرم بالعمرة والحج من الميقات، تدخل العمرة في الحج. والذي يحرم قارنا له حالتان: حالة الأولى أن لا يكون معه هدي، فهذا الأفضل أن يحول قرانه إلى تمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، من لم يسق الهدي منهم أمره أن يحول القران إلى تمتع، لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا ويتحللوا من إحرامهم، وهذا ما يسمى بفسخ، هذا ما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة. أما النوع الثاني وهو القارن الذي ساق الهدي، فهذا لا، هذا يبقى على إحرامه ولا يتحول إلى متمتع، يبقى قارنا بين العمرة والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، أحرم من ذي الحليفة بالحج والعمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد إلى أن ذبح هديه عليه الصلاة والسلام. فالقارن الذي ساق الهدي هذا يبقى على إحرامه إلى أن يذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه هي المناسك الثلاثة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، عرفنا التمتع وهذا أفضل الأنساك، أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، أما من ساق الهدي فإنه يتعين عليه التمتع إذا ساقه، يتعين عليه القران إذا ساقه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما استيسر من الهدي، المتمتع عليه أن يذبح هديا وهو نسك، وهذا الهدي نسك ليس عن فعل محظور ولا عن ترك واجب، وإنما هو نسك من مناسك التمتع شكرا لله سبحانه وتعالى، حيث إنه جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، هذه نعمة يقابلها بالشكر فيذبح الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما استيسر، تيسر لك سبع بعير، سبع بقرة، أو شاة، ما استيسر، فما استيسر من الهدي. ما كل الناس يقدرون على الهدي، فيهم فقراء الله جل وعلا شرع لهم ما يناسبه. فمن لم يجد الهدي تمتع، ولم يجد الهدي بأن يكون فقيرا أو كان غنيا وضاعت نفقته ولم يبق معه ما يشتري به الهدي، الله جعل له مخرجا
وهو الصيام، أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثلاثة الأيام التي في الحج له أن يصومها إذا أحرم بالعمرة ولو في أول شوال، يصوم ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة ولو في أول شوال إلى يوم عرفة، كل هذا محل الصيام للثلاثة من إحرامه بالعمرة إلى يوم عرفة، كل هذا محل صيام الثلاثة. أما يوم العيد لا ما يصام. فللمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة فيما قبل يوم العيد، ما قبل يوم عيد النحر، ثلاثة أيام في الحج. إذا لم يصم قبل العيد ماذا يعمل؟ يصومها بعد العيد، يصومها في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. فإذا مضت الأيام التي قبل يوم العيد ولم يصم الثلاثة إنه يصومها في أيام التشريق ليدرك الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني بعد الانتهاء من الحج تصوم سبعة ملحقة بالثلاثة، تصومها في مكة بعد الحج، تصومها في الطريق، تصومها في بلدك، الأمر واسع، المهم تصوم سبعة أيام بعد الحج لأجل أن تكمل العشرة، وسبعة إذا رجعتم، تلك أي الثلاثة والسبعة عشرة كاملة أي مكملة للنسك، أو كاملة يعني تامة ليس فيها نقص يوم، عشرة كاملة. فقوله كاملة هذا تأكيد، تأكيد لإتمام العشر. ثم قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك الإشارة وين ترجع؟ قيل ترجع إلى التمتع، يعني أن التمتع يشرع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما الذي أهله حاضر المسجد الحرام فليس له تمتع، لا يتمتع لأنه لم يأتي من سفر حتى يجمع بين نسكين، وإنما هو في الحرم ليس بحاجة إلى أن يجمع بين نسكين. هذا قول. القول الثاني أن الإشارة ترجع إلى الدم، ذلك أي الفدية، ذلك أي الفدية التي ذكرها الله في حق المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن فأهل المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا بأن يحرموا بعمرة ويؤدوها ثم يحرموا بالحج، لكن العمرة لا يحرمون بها من مكة، وإنما يحرمون بها من الحل، من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، يحرمون بالعمرة. إذا أراد المكي أن يعتمر فإنه يخرج من الحرم ويحرم من خارج الحرم ثم يأتي ويؤدي العمرة، فالمكي له أن يتمتع، ولكن الله لم يوجب عليه الفدية التي أوجبها على الآفاق، ذلك أي الفدية لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام ما المراد به؟ قيل المراد به من كان داخل مكة، من كان داخل مكة، وقيل المراد به من كان داخل الحرم، كان داخل الحرم، كل ما هو داخل الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، إذا تمتع ليس عليه فدية. وقيل المراد به من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام، وأما من جاء من خارج المواقيت فهو من غير حاضر المسجد الحرام. إذن الفدية تجب على من جاء من خارج المواقيت، أما من جاء من دون المواقيت فليس عليه فدية. هذا قول. قول الثاني من كان داخل الحرم، حدود الحرم، حدود الأميال، ليس عليه فدية، ومن كان داخل من كان داخل الأميال فليس عليه فدية، ومن جاء من خارج الأميال فعليه فدية لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام. فالمسألة فيها أقوال لأهل العلم. وقال بعضهم المراد بحاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر، من كان دون مسافة القصر يعني دون يومين للراحلة،
أما من جاء من مسافة يوم للراحلة فهو من غير حاضري المسجد الحرام. المسألة خلافية في تفسير حاضري المسجد الحرام. وعلى كل حال من كان من أهل مكة فهذا بالإجماع أنه من حاضر المسجد الحرام، إنما الخلاف في من كان خارج مكة خارج المباني، هذا هو محل الخلاف، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال جل وعلا واتقوا الله. التقوى في اللغة معناها اتخاذ الوقاية التي تقيك من عذاب الله ومن غضب الله. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية تقيكم من غضب الله ومن عقابه. ما هي الوقاية التي تقي من عذاب الله؟ هل هي الحصون والدروع والملابس والجنود والقصور؟ لا، اللي ما تقي من عذاب الله، الذي يقي من عذاب الله شيء واحد وهو طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى التي تقي من عذاب الله جل وعلا. لا يقي من عذاب الله حصون ولا قصور ولا جنود ولا دروع، ما يقي من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقوله واتقوا الله هذا يشمل تقوى الله في أعمال الحج بأن لا يبخس منها شيئا وأن يوديها على الوجه المشروع تامة خالصة لوجه الله عز وجل، ويشمل جميع الأمور. على المسلم أن يتقي الله دائما وأبدا في كل الأحوال وفي كل الأمكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما شئت حيثما كنت، اتق الله حيث ما كنت، فيجب عليك تقوى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حالة أن تتقي الله جل وعلا، لا سيما في العبادات كالحج والعمرة، فتتقي الله بإكمالهما وإتمامهما وإخلاصهما لوجه الله عز وجل. ثم قال واعلموا، هذا تنبيه، اعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن لم يتقه، شديد العقاب لمن لم يتقه في الحج ولا في العمرة ولا في سائر الأحوال، إن الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وتهاون بشرعه، إن الله جل وعلا شديد العقاب. ولكنه مع كونه شديد العقاب فإنه غفور رحيم سبحانه وتعالى لمن تاب. فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يتقي الله في عمرته، في حجه، في صلاته، في صومه، في زكاته، في جميع أعماله، أن يتقي الله في تجنب المحرمات، أن يستشعر التقوى دائما وأبدا لئلا يقع في العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه ولم يمتثل أوامره، فإن الله جل وعلا عقابه شديد، ولكنه غفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الصدق في القول والعمل، نسأله سبحانه وتعالى حسن الختام والوفاة على الإسلام، نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة من الفتن، السلامة من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين وأن يقمع بهم أعداء الدين. نسأله أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، أن يصلح نياتهم وأعمالهم
وأن يصلح بطانتهم وجلساءهم، أسأله أن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: امرأة أرضعت طفلا أكثر من 5 رضعات بقصد أن يكون محرما لها ولبناتها، فما الحكم في ذلك؟ الرضاع في حولين. نعم، إذا أرضعته في الحولين 5 رضعات فأكثر، يعني 5 مصات يمص الثدي ويخرج له لبن ثم يتركه ثم يعود إليه ويمصه ثانية إلى أن يكمل 5، سواء في مجلس واحد أو في مجالس، تكاملت 5 رضعات في الحولين صار الرضيع ابنا لها وأخا لأولادها، أخا لأولادها، ومحارمها يكونون محارم له لهذا الطفل، وهو يكون محرما لها ولبناتها ولبنات أولادها، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. ما الحكم في من اضطر للاقتراض من البنك لبناء منزل بنسبة فائدة 10%، مع العلم إن 6% يتحملها المقترض و4% تتحملها الدولة، ومدة سداد هذا القرض 19 عاما، هل في ذلك شيء؟ الله جل وعلا حرم الربا في كل زمان وفي كل مكان، وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الربا لا يجوز الإقدام عليه في حال من الأحوال، والمسكن ليس ضروريا أنه كله بيت ملك، يستأجر إلى أن يستطيع أنه يبني، ولا يرابي من أجل أن يبني له بيتا. إذا لم يكن عنده بيت ملك يستأجر، وكثير من المسلمين يستأجرون يمشون أحوالهم، أما الربا فلا يجوز. نعم. يقول: ما هو الموقف الصحيح في التعامل مع الرافضة، وهل يجوز السلام عليهم إذا سلموا؟ وإذا رأى الرجل عليهم منكرا هل يغيره ابتداء أو يدعوهم إلى الإسلام؟ الواجب على المسلم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنه تقوم الحجة عليهم وتبرأ ذمة المسلم الذي دعاهم إلى الله ونصحهم. نعم. ما الحكم في من يقول: لا حاجة إلى دراسة التوحيد في هذا الوقت لأنه يفرق الأمة؟ هذا كلام باطل، الأمة ما تجتمع إلا على التوحيد. ما الذي جمعهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جمعهم إلا التوحيد، عقيدة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هي التي جمعته. ويوم إن كانوا على الشرك كانوا متفرقين متشتتين متناحرين، فلما قبلوا دعوة التوحيد وقالوا لا إله إلا الله وعملوا بها توحدت قلوبهم وصاروا أمة واحدة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينه. فلا يؤلف بين الناس إلا التوحيد، العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين الناس، وهي التي جمعت المهاجرين والأنصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله جل وعلا يقول: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة ألم يكن بالتوحيد؟ بدأ بالتوحيد. فلما دخلوا في الإسلام وأفردوا الله بالعبادة توحدت عبادتهم فتوحدت قلوبهم وصفوفهم. هذا كلام سامج باطل لا يلتفت إليه. أن يقول أن الناس يجتمعون ولو كان فيهم مشركون، لا، هذا كلام باطل، وهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: في بلدنا بعض المذاهب إذا فاتت المأموم الفاتحة مع الإمام وأدرك الركوع في الركعة الأولى بعد أن يسلم الإمام، يقوم المأموم ويقرأ الفاتحة ثم يجلس ويسلم، ما حكم هذا العمل؟ هذا ما هو صحيح. من جاء والإمام في الركوع يركع معه ويتابع الإمام، والجمهور على أنه أدرك الركعة والفاتحة سقطت عنه لأنه فات محلها، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إعادة الركعة، ما أمره بإعادة الركعة، وإنما نهاه عن العجلة فقط. هذا دليل الجمهور. ذهب جماعة من المحدثين كالإمام البخاري غيره إلى أنه لا يدرك الركعة، فعليه أن يأتي بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، ولكن الدليل مع الجمهور وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه لأنه مدرك للركعة. نعم. ماذا نقول في دعاء الصلاة على الطفل؟ نعم. ماذا نقول في دعاء الصلاة على الطفل الميت؟ تقول: اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل، واجعله غرطا وذخرا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اجعله في كفالة إبراهيم، وقه عذاب الجحيم. فتدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، وتدعو للفرط والطفل. نعم. يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ الوسائل ليست توقيفية، الوسائل التي تستطيع بها أن تبلغ الدعوة ليست توقيفية، بل كل ما يعينك على الدعوة مثل الميكروفون اللي ما كان موجود من قبل، الإذاعة ما كانت موجودة من قبل، الصحافة ما كانت موجودة من قبل، هذه وسائل دعوة، إن يجوز لنا نستخدمها في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. أما منهج الدعوة فهو توقيف، المنهج توقيفي، أما الوسائل فإنها ليست توقيفية، فنستعمل ما يعيننا على الدعوة من ما جد من المخترعات ومن وسائل التبليغ الكثيرة. نعم. في فرق بين الوسائل وبين المنهج. منهج الدعوة توقيفي، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما وسائل تبليغ الدعوة من المصنوعات والمخترعات هذه ليست توقيفية، نستعمل كل ما يتاح لنا ونستعين به على تبليغ الدعوة. نعم. ما حكم التأمين على الحياة وكذلك التأمين على رخصة القيادة؟ التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء على الحياة أو على الأموال أو على الممتلكات، كله حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، وفيه غرر وفيه جهالة وفيه ربا وفيه آفات كثيرة، فهو حرام بجميع أنواعه. نعم. رضع ولد الولد من جدته، هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج من ابنة رضع ولد الولد من جدته؟ نعم. هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج من ابنة عمته؟ اللي ما رضع ما عليه، اللي ما رضع من جدته ما عليه، تزوج من بنات عمه، من بنات خالته، أما اللي رضع هو اللي يتعلق به الحكم. نعم. يقول: إنني محافظ على قيام الليل منذ فترة، سؤالي هو: هل الأفضل أن أختم صلاتي بركعتين شفع ثم الوتر، أم أختمها بالوتر؟ نعم، الصلاة اللي صليتها في الليل كلها شفع، وتختمها بركعة يكون وتر، تختمها بركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى. وإذا خصصت شفع قبل الوتر فلا بأس، وإن اعتبرت ما صليته كل شفع فلا بأس،
نعم. هل المسافر يصلي السنن الرواتب وكذلك يقوم الليل إذا كان اعتاد على قيام الليل؟ أما الرواتب فلا يصليها، إذا قصر الصلاة لا يصليها إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه يتركها إذا قصر الصلاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. كونه يقصر الصلاة هذا لا يقال له تأتي بالراتبة، لأنه مرخص له في ترك بعض الصلاة، فكيف يأتي براتبة؟ هذا في الذي يقصر الصلاة. أما قيام الليل والوتر فهذا لا يتركه الإنسان لا في الحضر ولا في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل وهو على راحلته أينما توجهت به، كان لا يترك قيام الليل بل يصلي على الراحلة أينما توجهت به. فالمسافر يقوم الليل، والمسافر يوتر، والمسافر يأتي براتبة الفجر، المسافر يصلي صلاة الضحى، لا بأس بذلك. نعم. يقول: لقد تكرر السؤال بالنسبة للتكبير في الشوط السابع في الطواف، وقد حصل التباسا علي في الأمر، هل بعد الفراغ من الشوط السابع أكبر؟ وإذا كبرت يكون بداية للشوط الثامن، أم إذا فرغت من الشوط السابع أخرج وأنا ساكت؟ وكذلك في السعي. تكبر إذا حاذيت الحجر تكبر، ويكون هذا ختام، يكون هذا ختام، تختم بمثل ما بدأت به، ولا يكون بداية لشوط ثامن، وإنما يكون ختام للشوط السابع. نعم. رجل صلى بجانب راتبة الفجر لكنه لم يصلي إلا ركعة واحدة لأنه كان نائما، وبعد فراغي من الصلاة أخبرته بأنه لم يصلي إلا ركعة واحدة وسألني هل يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو أم يعيد راتبة الفجر ركعتان، فما هو الصحيح؟ إذا كان الوقت قريب ونبهته ولم يمضي إلا وقت يسير يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويسجد للسهو. نعم. يقول: متى تبدأ صلاة الإشراق وكذلك الضحى وكم عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح، ويمتد إلى أن تقف الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس، حينئذ يدخل وقت النهي، ثم إذا زالت دخل وقت الظهر. فهناك فاصل بين وقت صلاة الضحى ووقت صلاة الظهر، وهو توسط الشمس في كبد السماء إذا كانت فوق الرؤوس، هذا ما هو محل صلاة، فإذا زالت دخل وقت الظهر. نعم. ما الأفضل؟ أو يقول: انتشر عند العامة من الناس استحباب الدخول للمسجد الحرام من باب السلام، هل لذلك أصل في السنة؟ نعم، دخول من جهة باب الكعبة أفضل من الدخول من الجهة الغربية، دخوله من أعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، خرج من أسفلها، هذا الدخول والخروج. فكونه يستقبل البيت أول ما يدخل هذا أفضل، وإن دخل من أي باب لا مانع، لكنه يسأل عن الأفضل، الأفضل أنه يدخل مستقبل وجه الكعبة وهو الباب، وهو اللي يحاذيه باب السلام.